أكيد نبيل ناصف أنا وياه يعني باقين كنخدموا مع بعضياتنا. حنا العلاقة اللي كتربطني بنبيل ناصف يعني ماشي علاقة ديال الخدمة، علاقة ديال صداقة أخوة، وكاين واحد الشغل إن شاء الله جديد غادي نديرو في العقيقة. تسناو كاين مفاجآت كبار في الحفل إن شاء الله. بالعكس مايا تبارك الله عليها عندها كل وحدة فينا عندها ستيل ديالها يعني مكيشبهش الأخرى، كل وحدة فينا عندها طريقة الخدمة ديالها، كل وحدة فينا عندها الناس اللي كتعامل معاهم، الناس اللي كيبغيوها، الجمهور ديالها. Thank you.